زي ما اتكلمنا مع حضراتكم في بداية البرنامج عن القرار الجمهوري اللي أصدره سيادة الرئيس السيسي امبارح بخصوص انضمام مصر لاتفاقية فيينا بشأن علامات وإرشادات الطرق، وده طبعا بيجي في إطار الدولة والمجهود اللي بتعمله لتسهيل حركة النقل وكمان حركة التجارة والتحول لمركز محوري تجاري لوجستي بين الدول العربية والأفريقية. بالظبط منك، ده كان موضوعنا الأساسي النهاردة في انترو الحلقة. تعالوا مع حضراتكم كده نعرف تفاصيل كتير كتير مننا ما يعرفش إيه هي اتفاقية فيينا وإيه اللي ممكن تمثله اتفاقية فيينا دي في تسهيل حركة التبادل التجاري وتيسير حركة دخول وخروج المركبات من الدول المنضمة لاتفاقية فيينا. نعرف معلومات أكتر من اللواء أحمد هشام الخبير المروري اللي مشرفنا ومنورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك يا سيادة اللواء. صباح الخير استاذ محمد، صباح الخير منى، تحياتي لكما ولأسرة البرنامج والمشاهد الكريم والجمعة المباركة للمسلمين والمصريين جميعا ان شاء الله. ممكن يكون ناس كتير مننا ما يعرفوش ايه هي اتفاقية فيينا، فحابين نعرف من حضرتك بداية ايه هي اتفاقية فيينا بشأن علامات وارشادات الطرق قبل ما نتكلم عن أهمية انضمام مصر ليها. مفيش شك ان اتفاقية فيينا دي كانت عام 1968 وكانت دايما بين دول الأمم المتحدة، وبتعتبر اتفاقية فيينا خاصة بالعلامات وإشارات السير على الطريق. الاتفاقية دي تعرف باسم اتفاقية فيينا بشأن علامات وإشارات الطرق، وهي معاهدة متعددة الأطراف بتوحد نظام التوقيع على حركة المرور من خلال علامات وإشارات ضوئية وعلامات ضوئية أيضا، اللي بتكون موحدة ما بين الدول عشان نقل حركة التجارة ما بين الدول بعضها ببعض. وفي عام 1968 وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للامم المتحده على هذه الاتفاقيه في مؤتمر المعني بحركه المرور على الطرق، والذي ادى لانقاذه ايضا في العاصمه النمساويه في 7 اكتوبر و8 نوفمبر سنه 1968، وده يعتبر استكمال لنطاق بروتوكول جنيف السابق في عام 1949 بشان لافتات واشارات الطرق، والذي سيفيد بدوره الى اتفاقيه جنيف عام 1931. الغرض من هذه الاتفاقيه ان قانون المرور ده قانون دولي، ما فيش دوله في العالم بتسمح بالسرعه عكس اتجاه، ما فيش دوله في العالم بتسمح بمخالفه الاشاره الضوئيه، ما فيش دوله في العالم بتسمح بالمواقف العشوائيه، ما فيش دوله في العالم بتسمح لسير السياره بدون لوحات معدنيه، ايضا كذلك نقل حركه التجاره بين الدول ببعض واختلاف اللغات واختلاف طبائع الدول، فده لازم يكون في اشارات وعلامات ضوئيه بحيث ان تكون هذه الاشارات وعلامات ضوئيه موحده لكافه قائدي السيارات والمركبات اللي بتتنقل بين الدول بعضها ببعض، وخاصه سيارات النقل الثقيل والنقل المعطوره واللي هي بتستخدم في نقل التجاره ما بين الدول بعضها ببعض. واحنا يمكن شفنا العالم دلوقتي بقى قريه مفتوحه صحيح. بحيث ان ما فيش حدود دلوقتي موجوده بين الدول، بحيث حركه التجاره العالميه بقت تمشي، بحيث ان الدول دلوقتي اللي فيها نصر بتتعامل مع الدوله اللي فيها الفائض اللي عندها، سواء في كانت في نواحي تجاريه او في نواحي صناعيه او نواحي عمرانيه او غيرها من النواحي اللي هي بتفيد الدول بعضها ببعض، بحيث ان هي تكون منظومه واحده، وده الهدف الاساسي من الامم المتحده. جميل. طيب اهميه اعتماد نظام بقى دولي للسير على الطرق وتكفل او تكفله الاتفاقيه انه يبقى فيه توحيد للافتات، توحيد للاشارات، توحيد للعلامات الخاصه بحركه السير على الطرق، اهميه ده ايه بالنسبه للجميع؟ ما فيش طبعا ان هذا الموضوع هام جدا، لان هو هيساعد بشكل كبير على الحركه وبالنسبه لوسائل النقل ما بين الدول بعضها ببعض، ايضا هيزيد بشكل كبير على زياده الاستثمار التجاري والصناعي ما بين الدول بعضها ببعض. بالنسبه لمصر طبعا هيساعد بشكل كبير على تحقيق مركز محوري تجاري لوجستي، وده هيفتح طبعا مجال لمصر لمناطق استثماريه وصناعيه بتدفع بالاقتصاد المصري للامام. عايزين نوضح نقطه مهمه جدا، ان العلامات الارشاديه وكذلك بالنسبه للعلامات الخاصه بشبكه الطرق دي بتكون هامه جدا، ان هي بتحدد المسارات، بتحدد الطرق، بتحدد بتساعد بشكل كبير على قصر المسافه وزمن الرحلات، وبالاضافه الى الاقلاع من استهلاك الوقود، فكل هذه العوامل بتفيد الدول بعضها ببعض. معلوم دلوقتي بالنسبه للوقود ومدى ارتفاعه يوما بعد يوم، وجود الدول دلوقتي الى استخدام الطاقه الكهربائيه والغاز الطبيعي في وسائل النقل، فدي طبعا بيساعد بشكل كبير من وجود تلك العلامات الطرق والاشارات الضوئيه الخاصه بالطرق، ده بيساعد بشكل كبير على زي ما قلنا وضحنا سلفا على قصر المسافه وبالتالي زمن الرحلات وايضا الاخلال من استهلاك الوقود. طب سياده اللواء، يعني مصر ما كانت تدخل
هذه الاتفاقية اتفاقية فيينا إلا بعد بنية تحتية متميزة جدا في الطرق والكباري. احنا شايفين المشروع القومي للطرق على امتداد الجمهورية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا. أهمية هذه الطفرة اللي بيشهدها بيلمسها المواطن المصري كل يوم في الطرق والكباري، وإزاي أهلتنا أو أهلت الدولة المصرية للانضمام لاتفاقية فيينا؟ ما فيش شك طبعا ان مصر شهدت طفره في شبكه الطرق لم يسبق لها مثيل لا في تاريخ مصر ولا في تاريخ العالم اجمع، ودي يمكن بشهاده ترامب اللي هو رئيس الولايات المتحده الامريكيه السابق. مصر شهدت في خلال الثمان سنوات الماضيه شبكه طرق تم انشاء 7000 كيلو متر مربع، بالاضافه الى تطوير ورفع كفاءه 5000 كيلو متر مربع، بالاضافه الى انشاء وتطوير ورفع كفاءه 1000 نفق وكوبري، ساعدوا بشكل كبير على تسهيل وتسهيل الحركه المروريه، ساعدوا بشكل اكبر على قصر المسافه وزمن الرحلات، ساعدوا بشكل اكبر واكبر على الاقلال من استهلاك الوقود، وده اللي قاله الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء بالنسبه لاستهلاك الوقود، ان احنا في عام 2020 كنا مستهلكين 21 مليون طن وقود، اما في عام 2021 فكنا مستهلكين 19 مليون طن وقود. ايضا كذلك بالنسبه ساعد بشكل اكبر على انشاء عدد من المدن الجديده وهي الكيل الرابع، وهي 14 مدينه ذكيه على راسها العاصمه الاداريه الجديده اللي هي على مساحه 170 الف فدان، واللي تم نقل فيها كافه الوظائف الخدميه، وكذلك بالنسبه للقنصليات وكذلك البعثات الدبلوماسيه، واللي هيتم نقل فيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ورئاسه الجمهوريه عشان نخفف الضغط المروري الموجود في وسط المدينه. شفنا مدينه العالمين اللي على مساحه 47 الف فدان، وهي اول مدينه مليونيه على الساحل الشمالي، واللي هيقطنها 3 مليون نسمه، ودي ساعدت بشكل كبير على تنشيط السياحه في مصر وتخلي العمله صعبه، وده احنا شفناه على ارض الواقع في الصيف الماضي. شفنا مدينه المنصوره الجديده للسبت الرئيس افتتاحها على مساحه 22.2 الف فدان، واللي عن طريق القطار الكهربائي في خلال 5 دقائق ما بين المنصوره القديمه والمنصوره الجديده. شفنا مدينه دمياط الجديده، شفنا مدينه الاساس الجديده، شفنا مدينه السويس الجديده، كل هذه المدن الغرض منها ان انا بفرغ الكثافات السكانيه الموجوده داخل المحافظات وعلى راسها القاهره الكبرى. مصر يقطنها حاليا 185 الف مليون نسمه، بالاضافه ان هي بتستضيف 9 مليون لاجئ، كل هذا هو ذات عامل كثافات مروريه عاليه داخل المحافظات وخاصه القاهره الكبرى. فانشاء هذه المدن هيساعد على تفريغ القاهره الكبرى والمحافظات، مما يساعد بشكل اكبر على انشاء اجيال جديده قادره على البناء والحفاظ على امن وسلامه الوطن وتقدم الوطن الى الامام باذن الله تعالى. طيب فكره الانضمام للاتفاقيه دي ازاي هيساعد مصر انها تكون موجوده او تكون عندها تعد يعني مركز محوري تجاري لوجستي في المنطقه بعد الانضمام لهذه الاتفاقيه؟ ما فيش شك طبعا ان هذه الاتفاقيه هتزيد من نسبه حركه النقل والتجاره بين مصر والدول العربيه. مصر موقعها اللوجستي وموقعها الجغرافي بين قاره دول افريقيا واسيا واوروبا هيساعد بشكل كبير على تسهيل الحركه التجاريه. واحنا شفنا القياده السياسيه يمكن اول مشروع قومي سيادته اول مشروعنا في الحكم في بدايه الفتره الاولى في 7/6/2014 واللي هو استغرق سنه ولم يسبق لها مثيل في تاريخ العالم، وهي قناه السويس الجديده. دي ساعدت بشكل كبير على زياده احجام بالنسبه لحركه السفن التجاريه ذهابا وايابا من منطقه قناه السويس. هذا بالاضافه ايضا ان هذا الاتفاقيه هتزيد ايضا من تطوير المواني البريه والبحريه عشان نسد الفجوه بين التصدير والاستيراد، وبتفتح مجالات عديده نظرا لموضحنا لموقع مصر الجغرافي وسط قارات العالم. وعايز اوضح لحضرتك ان هذه الاتفاقيه دخلت نتيجه ان مصر زادت من المواني البحريه والمواني البريه. مصر حاليا عندها 16 ميناء بحري، طبعا اهمهم واكبرهم ميناء اسكندريه البحري. مصر عندها حاليا 7 مواني بريه، يمكن على راسها ميناء اركين البري اللي هو بيربط بدوله السودان الشقيقه، عندنا ميناء السلوم البري اللي بيربط مصر ايضا بدوله ليبيا الشقيقه، عندنا ميناء نويبع البري واللي هيربطنا بالمملكه العربيه السعوديه الشقيقه. كل هذه الموانئ
المواني هتزيد بشكل صحيح. كبير على الربط ما بين مصر والدول العربيه وكذلك دول قاره افريقيا واسيا واوروبا. طب كمان سياده اللواء مهم جدا من اهداف هذه الاتفاقيه فكره تعزيز مفهوم السلامه المروريه، يعني ضمان او وضع مجموعه من القواعد الموحده لتسيير الحركه للمركبات وقواعد بيتفق عليها الجميع او كل الاطراف المنضمه لاتفاقيه فيينا. اهميه هذا الجانب فكره السلامه المروريه من انضمام مصر لهذه الاتفاقيه. مفيش شك طبعا، نعم ثم نعم ثم نعم، في قواعد محدده لتسيير الحركه على الطرق عالميا من خلال نظام دولي للسير على الطرق والاعتراف المتبادل باللوحات المعدنيه للمركبات، بما ادى لزياده معدلات الامان والسلامه على الطرق والمساهمه في تقليل الوقت وقصر المسافه وزمن الرحلات. مفيش شك ان وجود طرق امنه سليمه ده هيساعد بشكل كبير على تحقيق الحركه التجاريه، هيساعد بشكل اكبر على سير المركبات دون اي عوائق مروريه، دون اي حوادث مروريه، دون اي اعطال مروريه، وده يمكن القياده السياسيه عندنا هنا في مصر كان اهتمام سيادته شديد جدا بالطبقه الاسفلتيه لكافه المحاور والميادين والطرق الرئيسيه والطرق الفرعيه، وسواء الشبكه الحديثه او الشبكه اللي بيتم تطويرها من خلال الشبكه القديمه، واحنا يمكن شفنا نوعيه الاسفلت عندنا بدرجه ممتازه جدا، ما فيش اي هبوط موجود نتيجه سقوط الامطار او سرعه الرياح التي تؤدي الى تاكل الاسفلت. شفنا طبقه اليوبيكس الموجوده دلوقتي على الطبقه الاسفلتيه، واللي ساعد بشكل كبير على الحفاظ على امن وسلامه المواطنين. يمكن ده واحد من الحاجات اللي كانت على قائمه او على راس قائمه الاولويات في فكره انشاء محاور مختلفه وطرق مختلفه، الامن والسلامه، لان مصر كانت بتتصدر مركز متقدم جدا في حوادث الطرق وحوادث السيارات، وده اختلف تماما بعد تطبيق كتير من نظم المرور، بالاضافه طبعا لشبكه الكباري والطرق الجديده اللي تم شقها اللي فعلا بقت بتوصل بين اماكن مختلفه وبين بنوصل صح. فما فيش وقت. بنشكر اللواء احمد هشام الخبير المروري على هذه المداخله.